هذه التجربة. لم يعد مفهوم العمل مرتبطاً باستيقاظك من النوم صباحاً والتوجه إلى مقر عملك عبر تلك الطرقات المزدحمة بالسيارات، قصداً ذلك المبنى الذي يعج بالمكاتب المكتظة بالموظفين خلال ساعات عملهم المحصورة بين توقيع وبصمة للحضور والانصراف. وإن اختلفت بعض المهن والأعمال بطبيعتها، لكن يبقى العمل هو العمل بطريقة سعيك إليه، إلا إن كان ذلك العمل بمفهوم العمل عن بعد. هي تعتمد على الشخص، بعض الأحيان العمل عن بعد يجعل الإنسان منطوي عن نفسه، ما له أي مشاركات اجتماعية ولا يتفاعل مع الناس كونه منطوي في نفسه في البيت ويعيش في المنزل. لكن أنا ولله الحمد قمت بترتيب جدولي اليومي بين العمل وقضاء حياتي الاجتماعية بشكل عادي. فمنذ تطور وسائل الاتصالات وبدء ثورة تقنية المعلومات التي شهدها العالم، فقد تكفلت التقنية بجعلك متصلا بمن تعمل معهم على مدار ساعة وفي أي مكان تتواجد فيه، سواء كنت فردا ممن يناسبهم هذا النوع من العمل أو امرأة تفضل أن تعمل في بيتها، أو حتى من ذوي القدرات الخاصة الذين يتعذر عليهم سهولة التنقل والحركة. مزايا كثير منها توفير قيمة المواصلات، فأنا راتبي 3500، قيمة المواصلات 2000 ريال، فأنا كذا وفرت على نفسي قيمة المواصلات وقيمة اللبس والملابس والتكاليف الثانية. أول شيء استغلال، ثاني شيء استغلال الوقت الكافي، استغليت أقدر قمت بواجبات أهلي في البيت وقمت بشغلي، ريحني كثير، راحة نفسية، ومهامي الوظيفية أقوم بها بمنزلي باستخدام بريد إلكتروني وبعض وسائل الاتصال الأخرى.